السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمصر 16 جنيه و25 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس وبنك البركة وبنك عودة 16 جنيه و23 قرش. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك كريدي أغريكول وبنك مصر إيران للتنمية وبنك سيب والبنك المصري الخليجي 16 جنيه و22 قرش. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف المتحد 16 جنيه و21 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16 جنيه و20 قرش. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 17 جنيه و66 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 19 جنيه و93 قرش، سعر الدينار الكويتي 53 جنيه و34 قرش، سعر الريال السعودي 4 جنيه و31 قرش، سعر الدينار البحريني 43 جنيه و4 قروش، سعر الريال القطري 4 جنيه و19 قرش، سعر الريال العماني 42 جنيه و15 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و41 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.